لجان في حياتنا أعظم من أن يمر مرور الكرام، فأصبحنا نرتب أجندات سفرنا وأنشطتنا العائلية لكي يبقى هذا الأسبوع مكرس لموسيقى البلد. في مدرج الأوديون وسط مدينة عمان انطلقت فعاليات النسخ الرابعة من مهرجان البلد، أحيتها فرقة طرب باند. من هم طرب باند؟ فرقة سويدية عراقية تختص بفلكلور التراث العراقي ممزوجة بألحان البوب. تقود الفرقة المغنية العراقية نادين الخالدي، وبمرافقة فرقتها التي تضم عددا من أبرز الموسيقيين السويديين المختصين بالموسيقى الفلكلورية العربية والعالمية. إحنا بشر، أصدقاء، حبايب، زملاء، بنحب نعزف موسيقى وبنحب ننشر هذه الموسيقى مش بس بأوروبا. تواجدنا اليوم بعمان في مسرح البلد حتى نفتتح مهرجان البلد، أنا جدا فخورة وأشكر أستاذ رائد عصفور مدير مسرح البلد لدعوتنا هنا، وأشكركم لوقتكم ويا ربي تعجبكم الحفلة. للمرة الأولى في الأردن أحيت الفرقة حفلها الأول بتقديم مزيج من الأغاني الشرقية والغربية. I think they will feel the energy from the band. What the audience usually say is that we band members have a good connection between each other and that there is some kind of musical energy that rises when we play on stage. The music gets on fire. سعى مهرجان البلد إلى تطوير آفاق جديدة لدعم الفنانين والموسيقيين الشباب الأردنيين والعرب من خلال تقديم أعمالهم في عروض موسيقية أمام الجمهور العربي، وفتح مجالات فنية لفرق وفنانين بهدف ترويج أعمال الموسيقيين الشباب، بالإضافة لفتح المجال للتبادل الموسيقي بين الفرق العربية والمحلية. أيمن الحمود، رؤيا